السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، اليوم نحن في منطقة ميريا، جبال ميريا، بعد صلاة العشاء الجمعة مباشرة. حبيت نقول كلمة للشعب للذكرى، يعني أيها الشعب الجزائري، كنداء كنداء ينكونوا يا ما نكونوش، ينبصموا بصمة تاريخية وننقذوا هذا الوطن بعد الله عز وجل وبالمعونة تاع الجيش، أو ستأكلون الضباع، الضباع والذئاب وكل شيء، ياكلنا كل شيء، والله ما يرحمونا. راهم رايحين يديروا لا كوميسيون اوروبيان، اجتماع الاتحاد الاوروبي، طبعا بطلب من الخيرة نساء، يعني فرنسا، يومين قبل الانتخابات، يعني اختاروا الوقت بدقة متناهية. أبا مفهومة الحكاية، واضحة وضوح الشمس، الحكاية راهي واضحة وضوح الشمس. الناس هادو ما يلعبوش، احنا ايضا ما نلعبوش، يوم 12-12 نروحوا بقوة ونبينوا للعالم أن هذا الشعب وأن هذه الأرض الطيبة المسكونة، الشعب الجزائري والمروية بدماء الشهداء، بدماء شهداء من 1830 حتى سنة 1962، والذين قدر عددهم بعشر ملايين جزائري، عشر ملايين ما تنساوش، احفظوا هذا الرقم، عشر ملايين قتلتهم فرنسا، العدو الفرنسي والأبدي والأزلي للشعب الجزائري. لن نروحوا بقوة ونحطوا ورقة الانتخاب. أنا عمري ما انتخبت، ولكن هذه المرة واجب شرعي على أي واحد يخاف على بلاده وعلى وطنه وعلى أمته، راح يحط ورقة ويعرف شكون اللي يختار كشخص، يعني بعيدا على العواطف وكل شيء. أنا نختار تبون، هذا رأيي، كل واحد يختار. عندي قناعات نتاعي اللي تخليني نختار، وتخليني نأمن بالمنهج تاع المرشح تبون، وكل واحد يختار. هذه حرية شخصية، ما نقدرش ندخله في أي واحد، كل واحد يشوف المرشح نتاعو ويحط الورقة، وبإذن الله وبعون الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نختار الرئيس نتاعنا ونخرجوا من اللا دستور واللا قانون واللا اعتراف من المجتمع الدولي إلى الاعتراف من كل المجتمع الدولي، حتى هذا لا كوميسيون اوروبيان يولي كل كلاب يولي يجري ورانا باش يطلبوا المشاريع. المشاريع درك تتمد ان شاء الله لروسيا والصين، مهما كان الاختلاف نتاعنا معاهم. هادي ما نقدرش نحكي لكم انا على التوازنات الاستراتيجيه في العالم، ولكن التوازنات الاستراتيجيه اليوم تقول لازم نروحوا للمعسكر الروسي والصيني، انه هو اللي خرج علينا. الصين راح تولي هي قوة العالمية رقم واحد.
رقم واحد، يعني تغلب الولايات المتحدة الأمريكية. الروس، روسيا ما نهضروش، اليوم راهي قوة عالمية بكل ما للكلمة من معنى. ولهذا إخوان الكرام، ما نطولوش عليكم وما يخوفوكمش وما يخوفكم ما يخوفكم حتى واحد إلا الله عز وجل. الله عز وجل راه فوقنا، وهو إن شاء الله يحمي هذه البلاد المحروسة، الجزائر المحروسة. إذا في جيجل منطقة الميرية، تحياتي للإخوة الكرام، وتقبلوا مروري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، اليوم نحن في منطقة الميرية، جبال الميرية. بعد صلاة العشاء الجمعة مباشرة، حبيت نقول كلمة للشعب للذكرى، يعني أيها الشعب الجزائري، كنداء. كنداء ينكونوا يمنكونوش، ينبصموا بصمة تاريخية وننقذوا هذا الوطن بعد الله عز وجل، وبالمعونة تاع الجيش، أو ستأكلون الضباع. الضباع والذئاب وكل شيء ياكلنا، كل شيء، والله ما يرحمونا. راهم رايحين يديروا لا كوميسيون اوروبيان، اجتماع الاتحاد الاوروبي، طبعا بطلب من الخيره نساء، يعني فرنسا، يومين قبل الانتخابات، يعني اختاروا الوقت بدقه متناهيه. أبا مفهومة الحكاية، واضحة وضوح الشمس. الحكاية راهي واضحة وضوح الشمس. الناس هادو ما يلعبوش، احنا أيضا ما نلعبوش، احنا أيضا ما نلعبوش. يوم 12-12 نروحو بقوة ونبينو للعالم أن هذا الشعب وأن هذه الأرض الطيبة المسكونة، الشعب الجزائري والمروية بدماء الشهداء، بدماء الشهداء من 1830 حتى سنة 1962، والذين قدر عددهم بعشر ملايين جزائري، عشر ملايين، عشر ملايين، ما تنساوش، احفظوا هذا الرقم، عشر ملايين قتلتهم فرنسا، العدو الفرنسي والأبدي والأزلي للشعب الجزائري. لن نروحوا بقوة ونحطوا ورقة الانتخاب. أنا عمري ما انتخبت، ولكن هذه المرة واجب شرعي، واجب شرعي، واجب شرعي على أي واحد يخاف على بلاده وعلى وطنه وعلى أمته، يروح يحط ورقة ويعرف شكون اللي يختار. كشخص يعني بعيدا على العواطف وكل شيء، انا نختار تبون، هذا رايي، كل واحد يختار، كل واحد يختار. عندي قناعات نتاعي اللي تخليني نختار، وتخليني نأمن بالمنهج المرشح تبون، وكل واحد يختار. هذه حرية شخصية، ما نقدروش ندخلوا في أي واحد، كل واحد يشوف المرشح نتاعه ويحط الورقة، وبإذن الله وبعون الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نختاروا الرئيس نتاعنا ونخرجوا من
لا دستور ولا قانون ولا اعتراف من المجتمع الدولي، الاعتراف من كل المجتمع الدولي حتى هذا لا كوميسيون اوروبيان يولي كي كلابي يولي يجري ورانا باي يطلبوا المشاريع. مشاريع درك تتمد ان شاء الله لروسيا والصين مهما كان الاختلاف نتاعنا معاهم. هادي ما نقدرش نحكي لكم انا على التوازنات الاستراتيجيه في العالم، ولكن التوازنات الاستراتيجيه اليوم تقول لازم نروحوا للمعسكر الروسي والصيني، انه هو اللي يخرج علينا. الصين راهي راح تولي هي القوه العالميه رقم واحد، يعني تغلب الولايات المتحده الامريكيه. الروس روسيا ما نهضروش، اليوم راهي قوة عالمية بكل ما للكلمة من معنى. ولهذا إخوة الكرام ما نطولوش عليكم وما يخوفوكمش وما يخوفوكم ما يخوفكم حتى واحد إلا الله عز وجل. الله عز وجل راهو فوقنا وهو إن شاء الله ليحمي هذه البلاد المحروسة، الجزائر المحروسة. إذا في جيجل منطقة الميرية، تحياتي للإخوة الكرام وتقبلوا مروري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.